دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت تسليم الفصول الدراسية البديلة ضمن مشروع العودة للمدارس المرحلة الثانية بتنفيذ من ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وخلال الافتتاح أكد مشرف وحدة التنسيق بالمركز عبد العزيز باوزير أن المركز يتطلع للمساهمة في دعم العملية التعليمية من خلال تسليم 16 فصلا جاهزا في مديريتي الريدة وقصيعر وحجر، تضاف إلى 14 فصلا كان المركز قد افتتحها خلال الأشهر الماضية في مديريات وادي حضرموت. ومن جهته أكد مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية عوض بعباد أن المشروع سيسهم في توفير فرص تعليم جديدة للأطفال في مناطق عسد الجبل ومنطقة ثوب والمناطق المجاورة، شاكرا مركز الملك سلمان على تنفيذه لهذا المشروع والذي سيكون له أثر كبير في استقرار العملية التعليمية. طبعا نشكر الأخوة في مركز الملك سلمان على الجهود التي بذلوها في إقامة هذه الصفوف في منطقة وادي عسد الجبل مجمع الوادي، كون أن الوادي في حاجة ماسة لهذه الصفوف بحكم أن المبنى القديم غير صالح للاستخدام، وبتدخلهم هذا يساعد على عودة التعليم في هذه المنطقة المحرومة من كثير من المشاريع. وهذا ندل على شيء إنما يدل على اهتمامهم بعملية تربوية وتعليمية بشكل عام في المحافظة وفي مديريتنا بشكل خاص. نقدم لهم شكر وجزيل الشكر عليكم، وهذا طبعا بمتابعة قيادة مكتب التربية والتعليم في المحافظة مثل الأستاذ أمين بعباد وكل الجهود المبذولة من الشخصيات والأعيان وإئتلاف الخير وجميع الجهات المشاركة في هذا المشروع.